واحنا بنتكلم عن العيله دلوقتي، تعالى بقى نشوف تقرير برضو بقيه العيله وهي بتتكلم عن احمد عبد القادر ولحظه كمان انتقاله للنادي الاهلي. الحمد لله ان ربنا كرمه ورجع النادي الاهلي، هو بيته وتعب برضه، حمدي تعب وموصل للنادي الاهلي، تعب كتير والحمد لله ان هو راح يعرن نادي سموحه وعمل موسم جيد واحصائياته جميله الحمد لله في الموسم، يعني جايب حوالي يطلع 9 اهداف وعمل حوالي يطلع 13 اسيست ولا 14 اسيست، انا متابع احصائيات اخويا وتمام الحمد لله. واحنا طبعا فرحنا لما هو رجع النادي الاهلي والبلد طبعا كلها فرحت وهو محبوب، يعني بلدنا كلها حباه والحمد لله ان هو رجع النادي الاهلي ورجع لبيته تاني، وهو بجد تعب تعب لحد ما وصل يعني المكانه اللي هو فيها دي. احمد لاعب دايما بيلعب تحت ضغط، ان هو بيلعب يعني هو بتاع بطولات، انا شايف ان هو بتاع بطولات، ان هو بتاع ضغط ويعني ايه بيقدر يقدم في الدقائق الاخيره، ويعني الحمد لله ان هو وصل لحد كده، وانا شايف ان شاء الله ان هو احسن من كده. طبعا مبسوط جدا، هو ده شرف كبير ليا ان اخويا يلعب في النادي الاهلي. اي حد اتمنى طبعا ان اي حد سواء اي حد من عيلته كان حمدي اي حد طبعا ليه الشرف ان يكون بيلعب في النادي الاهلي لاعب كبير، وان شاء الله يقدر يقدم حاجه للنادي الاهلي. يعني ان شاء الله ربنا يديله التوفيق، الحمد لله كويس جدا وان شاء الله يقدر يقدم حاجه على النادي الاهلي ومزيد من البطولات ان شاء الله الفتره الجايه، وحمدي معاهم ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يقدر يقدم حاجه للنادي. يعني والله الخبر كان حلو علينا كلنا وكنا مبسوطين وفرحانين اللي هو رجع بيته النادي الاهلي، وطبعا ده شرف كبير لاي حد نفسه يلعب في النادي الاهلي، ان شاء الله يحقق انجازات كبيره مع النادي الاهلي وربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله ويكون اساسي يعني ان شاء الله. طبعا ده يعني خبر سعيد جدا وخبر كلنا نتمناه وكنا بننتظره من سنين طويله. حمدي اصلا يعتبر متربي في النادي الاهلي من هو طفل صغير من 2007 تقريبا، وشيء رائع انه يرجع النادي الاهلي، شيء كويس يعني. احنا يعني بنقول له العالمي، نتمنى ان هو يفضل المسمى بتاعه ويبقى هو فعلا قد المسمى ده، وان شاء الله يبقى نجمه كويس جدا ونجمه لامع في صفوف النادي الاهلي ومع نجوم النادي الاهلي كلهم.